صباح النور. هلا. صباح الخير أحلى رتب بالبلد. ما شاء الله. صباح الخير أهل الخير. صباح الخير علي لم البلطجية والزعران وتعين البسطان. ماشي ماشي. 10,000 واحد بأسبوعين كيفها عملتها؟ صباح الأمن الناعم يا باشا. خير يا حي وإعلامك، وشو جابك علينا؟ الخير يجي لك يا باشا. روح إلهي يعلي مراتبك. والله أكثر من هيك أنت ناوي تودي لبداية. لا يا باشا ما تخاف. شو قال داهية مداهية؟ يعني ما ودك تصير وزير داخلي يفهم من هيك؟ ولا الوزارة لناس وناس يعني؟ يا حجة اصطبحي وصبحينا معاكي، ولا الوضع ما هو متحمل. مين أكسى القصة؟ وقعدي تفضلي. لا يا باشا ما ودي أقعد، ودور جيب هالحالة. فوز يوم أفوز. فوز يا حبيبي. صباح الخير باشا. يي مين هذا يا حجة؟ مين هذا؟ هذا ابني الشحت. الشحت هذا ابني يا باشا. هذا اللي تعبت عليه وصرف دم قلبي عبين ما شفته شحط هيك بروح الجامعة. والله يا باشا مشاكل الجامعات خلتني حاطة ايدي على قلبي، خايفة اوديه على الجامعة. ما ودي منكم غير انه يروح على الجامعة بأمان ويرجع بأمان، ما ليه في المشاكل يعني. بالأحرى ودي اياه يعيش. يستر عليك يما. شو حشيش؟ ما حشيش. شو حشيش؟ بتحشش ولا؟ أول مرة بتحشش ولا يعني؟ ولك يا ولد تحشيش الله لا يجبرك. طولي بالك يا حجة، طولي بالك على العيل. خرعتيه للولد. ما بزبط هيك. أول مرة عادي أول مرة عادي؟ ما بتدري النواب سامحينهم أول مرة يتعاطوا. أول مرة عادي. تعاطى حبيبي تعاطى. أمان طلع من جدك بتسولف؟ يا حبيبي بيقول لك اول مره عادي. طب يا باشا كان النواب يعني منتوا عليهم زودوا المده اكثر من اول مره مرتين ثلاث، يعني من بالحبوش يجربوا كل الانواع المنتشره بالسوق ولا لا يمه؟ والله حشيش وبانخو واشياء ملان السوق ولا لا؟ يا حجي مش فاضي لك، عندي شغل ماني فاضي، في وراي 100 دوامه في راحتي. دقيقه. الو، شو؟ حرقوا المكتب اللي في الجامعة؟ بضربوا الطلاب عروسهم؟ يا حبيبي طيب تعاملوا معاهم بحكمة وروية. نزلوا الدرك. يا باشا ان شاء الله راس الولد. شو عمل فيه؟ روح الجامعة ينفخش؟ ما هو ان شاء الله يا باشا راس الولد يا باشا. يا حجة لا جنيني براس العيل. دقيقة. هاكي يا حبيبي. ويش هاي؟ قال ويش هاي؟ واضحة ويش هاي. خوذه لحماية رأس طالبنا العزيز على قلبنا من الضربات الرأسية داخل الحرم الجامعي. ها؟ ضربات رأسية؟ هو رايح يقرب الجامعة ولا يلعب فوتبول؟ لا يا خي لا، إذا ما حطها على راسه راح يلتعب في راسه فوتبول. لا لا حطه يما حطه. شو هذا حطه؟ هات جاي حطه شوف. اها كيف هيك؟ ها ها شايف محلاي بانكسار؟ بجنن ما شاء الله عليه. مدخره ما شاء الله عليك. هذه يا حجة راح تحمي راس ابنك من الضربات الطائشة على الرأس داخل الحرم الجامعي. مثلا تحميه من قنوة، دبسة، طورية، بلطة، منقل كله ممكن يجي على الراس. ويا باشا كل هاي ادوات بيستخدموها في الضرب على الراس في الجامعه. ياه هذا غير الدمس. ول هي وصلت للدمس؟ ايه ويمكن تجي تشره وانه من صيدمس. دقوقه يا حجي. الو ايوه شو؟ الطخ لابو موزه بالحرم الجامعي؟ هلا يا حبيبي احمي صدرك يمه. بمبكشيات ميم 16 ولعت
تعاملوا معاهم بحكمة وروية. كيف تتعاملوا معاهم؟ نزل الدرك. وصلت للطخ يا باشا. يا باشا انا مش مستغني عن ابني داخل على الله عليه. اسمعي لا تجننين بابنكي زيادة في الاحتياط عشان ابنكي الغالي. هاكي اقرب. وشو هاي؟ قال وشو هاي؟ هاي سترة واقية لحماية صدر طالبنا العزيز على قلبنا من الصليات العشوائية داخل الحرم الجامعي. يا حبيبي هي وصلت للصليات العشوائية؟ هات بلا قراية بلا هم. البس يما البس. البس بلاش تروح شهيد العلم. مش بكفي لما تتخرج راح تروح شهيد بطالة. البس يما بلاش تنطخ. ما تخاف بإذن الله راح ينطخ. ماشي راح ينطخ بس انا ما برضى ابني ينطخ باقل من سلاح مرخص. طني مع ورياك طمن قلبي وريحني. هل الاسلحه داخل الحرم الجامعي؟ مثقفه يوم انا كيف اسئلتي؟ هل الاسلحه داخل الحرم الجامعي مرخصه؟ لا 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 طمني يا حج طمني وخذي راحتك. طمني وحط ايديك ورجليك بمي بارده. جميع الأسلحة في الحرم الجامعي مرخص اقتناء بيتي. ريحتنا الله يريح قلبك يا باشا. راح تنطخ بسلاح مرخص يما مين قدك واسكت. دقوقة يا حجي دقوقة. هلو؟ نعم؟ شو؟ حرقوا الباصات تبعين الجامعة؟ كسروهم كلياتهم؟ هلا هلا تعاملوا معاهم بأسلوب ناعم ناعم جدا. شلون الأسلوب الناعم؟ نزلوا الدرك. يلا صحيح عسيرة الدرك ذكرت شربي. هاك يا ابني هاك. شو هذول يا باشا؟ هذول يا حجة واقيات للركب. فرضنا في حرم الجامعة صار كاني ماني. ها؟ كاني ماني نزل الدرك. أولا بتحميه وبتحمي ركب طالبنا العزيز على قلبنا من القناوي العشوائية على ركبه في حال نزل الدرك، أو إذا ما انضرب بالقناوي العشوائية يمكن ينزل سباحة على الأرض. فعلى جهتين محمي ابنكي. يا حبيبي هي وصلت لسباحة أرضي وقناوي عشوائية على الركب؟ لا يا باشا خذ خذ يما البس. البس ركبك أهم. البس يا مهندس. يا حبيبي يا باشا بلطل منظره كيف صار؟ هذا طالب جامعة ولا رايح على الجبهة؟ لا يا حجة هذا رايح على جبهة العلم. رايح على جبهة العلم يمه. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. سترة واقي وكل شيء تمام. وين ودك تلبسه شيء قبل ما يتسهر على الجامعة؟ ناوي تعطيه نصيحة قبل ما يروح؟ طبعا ودي. اسمع يا عمو من يوم تدخل الحرم الجامعي ممنوع منعا باتا انك تصفر او تغمز او تلطش او تبصبص على اي بنت من بنات الجامعه، ولا قسما بالله بنزل لك الدرك. سمعت الباشا شو قال لك؟ تصفير تلطيش. ها ها يمه اوعى. ماشي تربايتك يمه. تربايتي يا عشان لك تربايتي. فكك من البنات كلهم ولا تقرب ولا على بنت. خليك على اولاد يمه. رد عمك. ها دقوقه. الو شو حاصر منزل رئيس الوزراء بالصل؟ يا حبيبي نزلوا الدرك. شو؟ ما ظل درك. ما ظل درك. ما ظل درك. اجت والله جابها يا باشا. بلا قرايه بلا هم. هي الولد لابس لابس وايش رايك؟ نزلكوا بالدرك؟ والله اسف يا حجي انا بصراحه ما بمون على الدرك.
ياه صار لي ساعة بنزل الدرك قال ما بيمون على الدرك. عاد مين بيمون على الدرك؟ قال بيقول لك بيمون على الدرك. والله وحياة من جمعنا من غير ميعاد ما بمون على الدرك. بلا ما بتمون. طب خلص بالله عليك جير طلع عليك يا باشا، داخل على الله وعليك. حرام الولد صار لابس لابس لا يا سيد، زكوا في الدفاع المدني والما بتمون على الباشا تاع الدفاع المدني. يعني افهم من هيك انك ما ودك تقريه؟ ايه قال قرايه، ما بطلت قريه، طلت ايش ما ينفعش. طيب اسمعي، في معسل زيتون اصحابنا الجماعه منمون عليهم، وايش رايك نوظفه؟ ايه معسل زيتون؟ بالله تشتغل معسل زيتون يما؟ فكك من قرايه بالهم، شو بدك تشغله في المعصره؟ انت ودك تبلشينا بهالزفت هذا بنتي؟ يروح ينجفت في المعصره، يحل عنا، شو اعمل له؟ يا حج عندي شغل، البلد مولعه، قايمه قاعده، مش فاضي. البلد مولعه يما، شو اللي مولعه؟ طيب كيف مولعه كيف؟ يا حج مش فاضي لك، مشان الله انا برجع لك. الو؟ شو؟ الدغمي بتهاوش معاك في الطرامل تحت القبه؟ نزلوا الدرك ولا اسمع لا شو درك، هذول ودهم سوات، نزلوا لهم سوات على المجلس. يلا يلا هلا 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 هلا، اضمن اضمن انا اضمن. يا باشا فكك من النواب، هذول بدوشوك. شو صار في الولد؟ شو رايك يقوم ويقعد محلي؟ ها يا وردي حظك ابيض بفلق الصخر حظه، اقسم بالله فعلا بتيجي مع الهبل دبل. ولك دخلتك طالب